الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، أما بعد. في الأيامات دي موضة كده جات من بعد الأحداث الأخيرة والفتن الحصلت الأخيرة في بلدنا دي، نسأل ربنا يجنبنا جميعا الفتن، وهي استفزاز الأجهزة النظامية من جيش وشرطة وأمن ودعم سريع إلى آخره، والاعتداء عليهم من قبل كثير من الشباب إلا من رحم الله سبحانه وتعالى، وإسقاط هيبتهم. وده والله يا جماعة أمر خطير جدا، والخطورة بتاعته مش بتمشي للأجهزة النظامية، عشان ما واحد يقول له أنت دافع عنهم، دافعين لك شنو؟ ما في زول قاعد يدفع عليه أي حاجة أبشرك، لكن أنت زول مجرم بس. ودار تسقط هيبة الأجهزة النظامية أنت كزول علماني أو كزول ملحد عشان البلد تبقى فوضى، لأنه ده لو سقطوا البلد تبقى فوضى بعد تقدير الله سبحانه وتعالى. فإذا بقت فوضى أنت بتعمل الدايرو، أنا عارفك يا علماني بتعمل الدايرو بعدك، وده الهدف من إسقاط هؤلاء. أنا المهم الدار أقوله للناس الفاهمين والواعين، ما للناس الدراويش والجماعة العلمانيين والملاحة، لا، للواعين وللشعب السوداني الواعي، إنه خطورة المسألة دي بترجع لكم أنتوا، ما بتمشي للأجهزة النظامية. لأنه لو بقى ما في أمن وأمان وإطمئنان معناته أنت ما حتقدر تصلي تمشي الجامع، ده أول حاجة. اثنين، ما حتقدر تمشي الشغل وتأمن على عرضك في البيت مرتك، ده عرض، العرض ده مقدم على مالك وعلى دمك ذاته. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام قال من مات دون عرضه فهو شهيد، لأنه العرض ده مسألة خطيرة ومسألة كبيرة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام جلس في أصحابه ذات يوم فقال ما يفعل أحدكم إذا رأى رجلا في بيته، رجل غريب جلق في البيت، هيعمل شنو؟ قال لهم، فقال سعد، لعل ابن عبادة وابن معاذ، ما أذكر أحد السعدين رضي الله عن الجميع، قال والله يا رسول الله لأضربنه بالسيف غير مصفح، أو غير مصفح يعني ما حيضربه كده، حيقطع نص. الجماعة تعجبوا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام أتعجبون من غيرة سعد؟ فوالله إني لأغير من سعد، وإن الله أغير مني ومن سعد. وقال صلى الله عليه وسلم إن الله يغار، وغيرة الله أن يأتي العبد ما حرم الله، إن الله يغار وإن المؤمن يغار، وغيرة الله أن يأتي المرء أو العبد ما حرم الله، رواه البخاري. فعرضك ده أهم ما تملك بعد الدين، أهم ما تملك. وإذا قتلت دون عرضك ده، قاتلت وقتلت عشان تحفظ عرضك، أنت شهيد. فإذا ما في قوات وأجهزة نظامية وأمن وأمان وإطمئنان، ما هتأمن على عرضك، ولا هتأمن على عبادتك، ما هتقدر تمشي الجامع، ولا هتقدر تطلع تمشي السافر الحج بيت الله الحرام، لأنه بتخاف على عيالك وحريمك وبناتك وزوجاتك وأمك ذاتها في البيت. فيا ناس فوقوا فوقوا، إذا فيهم ناس كعبين ما معناته كلهم كعبين. بعدين الناس دول من وين؟ شرطة والجيش والأمن والدعم السريع ديل طلعوا من وين؟ هل ديل كائنات غريبة جات نازلة من كوكب المريخ؟ سؤال عشان احنا نعاديهم. هل ديل، سؤال تاني، هل ديل ما سودانيين؟ سودانيين كلهم، محمد وأحمد ومسلمين كمان، محمد وأحمد وعبد الله ومحمدين كمان. فاتقوا الله، ويمكن ما من أسرة أو أسرتين أو ثلاثة إلا ومنها بوليس ولا جيش ولا شرطة ولا دعم سريع ولا غيره. فيا ناس الحملة الشرسة ضد هؤلاء والله سوء وخطورته ومضرته ما تجي إلا للشعب نفسه، مش تجي لديه، دل عنده مصلحة حامين نفسهم بعد حماية الله، لكن بتجيك أنت ده. والآن يمكن حصل انفلات بسيط، نحن ما بنقول انفلات كامل، في بعض الأسواق وكذا ناس بيجيبوا صواطير وسكاكين، الناس شافت بعينها، أنت فاتح دكانك بتاع زيت ولا طحنية ولا غيره، شيلوا الكراتين والجراكن قدامك، فتحت بوزك بيطلع لك الساطور، شايل كيس قروش وهدي البنك بيختفوا منك، فتحت بوزك عديب بالنهار ما بالليل طلعوا لك الساطور. واحد قتلوا وين؟ في السمراء، بنحروه عشان يشيلوا منه الموبايل. واحد وين؟ ده إذا ما في أمن وإطمئنان، لأنه الوجود الأمن من أكبر النعم على العباد لو كانوا يعلمون. ربنا امتن على قريش بنعمة الأمن الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، وآمنهم من خوف.
لكن الأمن ده ما بيجي إلا بأسباب. أعظم سبب التوحيد وترك الشرك. والشرك ده باختصار عبادة القوب، الناس اللي بيمشوا يتبركوا بالقبة ويعتقدوا إنها بتنفع وبتضر، ده الشرك ذاته. الدعاء الأولية ودعاء شيخ الطرق، يا شيخ فلان أغيثني، يا شيخ فلان مدد، ده الشرك ذاته. كان كاتبه في اللوري ولا معلق لك حجاب، ده كله شرك. لأن ربنا قال وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. والنبي عليه الصلاة والسلام قال من علق تميمة يعني حجاب فقد أشرك، لا كمون لا غيره لا حجاب، كله شرك بالله والكفر بطلع أكبر الدين. دي مسألة لا يمتفهم، ده بيجي به الأمن. إذا الناس خلوا الشرك الأمن بيجي. ربنا قال الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، والظلم هنا فسر الرسول، يعني ما في كلام بعد كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، قال الظلم هنا هو الشرك عليه الصلاة والسلام. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم يعني بشرك أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فلا بد من احترامهم هذه القوات. إن فيهم ذول كعب ما معناته كلهم كعبين، لأنه ذول أولادكم أنتم وطلعوا من أسركم أنتم يا سودانيين، ذول ما ناس جو طايرين من فوق، فكيف انت قلت ذول كلهم كعبين معناته أسرنا كلها كعبة؟ لا والله، فيهم حفظ لكتاب الله، بل فيهم ناس موحدين عديل وبنصروا التوحيد بالمناسبة وبحاربوا الشرك، كيف يكونوا كلهم كعبين يا أخي؟ خلاص، فالناس اتقي الله سبحانه وتعالى، لأنه ذول القوات النظامية ذول فضلهم عند الله كبير إذا أخلصوا النية لله. واحد، النبي عليه الصلاة والسلام قال لقي مساعة في سبيل الله، ذو الجندي واقف حارس المسلمين بسلاحه في سبيل الله، نيته خالصة لأنه قال في سبيل الله ونيته خالصة. النبي عليه الصلاة والسلام قال لا قيام ساعة في سبيل الله خير من قيام ليلة القدر عند الحجر الأسود. شوف ليلة القدر ربنا قال عنها خير من ألف شهر، وربنا قال تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. رغم ده والحجر الأسود ده حجر نزل من الجنة، لو زول بقيم ليلة القدر ما هي ليلة تانية عند الحجر الأسود في الكعبة هناك، وزول شايل بندقيته حارس المسلمين جندي ومخلص لله، ده الساعة بتاعته أخير من القائم ليلة القدر كاملة عند الحجر الأسود دي عند الكعبة. شوف الناس الفضلهم كيف إذا أخلصوا النية. كذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال ألا أنبئكم بليلة هي أفضل من ليلة القدر؟ الصحابة استغربوا قالوا قلنا بلى يا رسول الله. قال حارس الحرس في أرض خوف لعله ألا يرجع إلى أهلي. صح الألباني، وده ينطبق على الجنود إذا أخلصوا النية لله سبحانه وتعالى. بعد ذاك فيهم زول غلطان في محاكم في غيرهم، زادهم فاتحين حاجات بتحاسبهم وأجهزة بتحاسبهم هم ذاتهم، لكن كونوا كلهم ننبزهم زي البت الشيوعية دي الظهرت وقاعدة تقول إنه دول أولاد حرام، وهي ذاتها لابسة لبس ما بتاع أولاد حلال، اللبس اللي لابسة هي والحلقوم بتاع ده ما بتاع أولاد حلال، فقاعد تقول إنه دول أولاد حرام وكده، ولا العساكر أولاد حرام، ده والله قمة في السوق. وأعلموا يا سودانيين، افهموا الحتة دي، إنه الناس ديل العلمانيين والملاحدة دارين يسقطوا العساكر والأمن والشرطة كلهم عشان البلد تبقى فوضى. إذا بقت فوضى بلد تبقى وسخانة، هم يدوب بيركوا دين مع العلمانيين، ما زي الضبان ما بيرك في الحتة نظيفة، بيرك في الزبالة ومحل البامبرس الوسخان. فهؤلاء كالعلمانيين، بل العلمانيين شر من الذباب. فأوعوا وافهموا القضية والمكر القاعد يحاك بيكم. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.